أسعد الله أوقاتكم مشاهدين نشرتنا ليوم الخميس 21 يوليو 2016، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تواجد بعض السحب المتوسطة على المناطق الغربية. وننتقل معكم إلى الخريطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي من الشرق، تصاحبه رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر معتدلة السرعة بوجه عام. والطقس حار إلى شديد الحرارة نهارا ومغبر وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية. ننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. الساحلية في أواسط الأربعينات، والداخلية في أواخر الأربعينات، أما الجبلية في أواخر الثلاثينات. ولن أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط الموج ومناسب للأنشطة البحرية. كذلك الحال في بحر عمان، متوسط الموج ومناسب للأنشطة البحرية. طقس الغد حار إلى شديد الحرارة نهارا ومغبر وغيما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال الشرقية والجنوبية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة لبعض الغبار والبحر. متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان.